لاني وعدتكم اتشارك معاكم بطريقه تحضير تونر انبات الشعر الاقوى والفعال اكتر ونتائجه اسرع من الروزماري، اعملوا شير ولايك وسيفوا الفيديو، لانه دايما متعودين ان في تفاصيل مهمه. وتعالوا نبتدي مع بعض. التونر النهارده هو تونر املا. املا هي نبته هنديه مشهوره، انا بشتريها طازه من عند بياعين الخضار. اذا لقيتوها طازه جدا ممتاز. تونر فيتامين سي طبيعي للشعر. ويعني ايه؟ يعني احنا بنستخدم فيتامين سي بشكل توبيكال او بشكل موضعي على فروه الراس. استخدام فيتامين سي بالطريقه ديت بينشط عمل البصيلات، بيفتح منبت البصيلات، بيعزز نمو الشعر، وبيكثف الشعر بشكل رائع جدا. سو انا بحط من حبه لثلاث حبات من الاملا مع كوب من الماء. الماء بيكون معقم، الماء بيكون سخن ولكن مش بيغلي، وده ضروري جدا ان احنا نحط الاملا مع ماء ساخن ولكن مش بيغلي، لانه الماء المغلي هيخلي الفيتامين سي يقل تركيزه في الاملا، وده اللي احنا مش عايزينه. سو هنغسل الاملا كويس قوي وهنقطعها شرايح صغيره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اوكي؟ وبنضيف الاملا مع كاسه المي وبنغطيها لحد ما بتبرد تماما. وبعد ما بتبرد تماما مش بنصفيها، بناخدها بشكل كامل بنضيفهم مع بعض ببخاخه زي ما انتوا شايفين، علشان نزيد تركيز الاملا ونزيد تركيز الفيتامين سي في التونر. وطبعا التونر ده رائع جدا، بنستخدمه مرتين في اليوم. انا شخصيا بستخدمه مرتين في اليوم، الصبح وقبل النوم، بستخدمه بشكل مباشر زي ما انتوا شايفين على الشعر. رائع جدا للناس اللي عندها هيشان، زي ما انتوا شايفين بيلمع الشعر بشكل رائع جدا. طبعا بنقدر نستخدمه على فروه الشعر للنمو وطول الشعره، الناس اللي بتعاني من مشاكل الشعر والتكسر. نتائجه رائعه، بنشوف نتائج سريعه في اقل من شهر. فانا النهارده عملت الفيديو ده مخصوص علشان انتوا طلبتوا ولاني بحبكم كتير.